الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في دليل الطالب إلى باب صلاة الجمعة. قال الشيخ رحمه الله: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. إذن الشيخ ذكر هذه الشروط. صلاة الجمعة عندنا في المذهب هي صلاة مستقلة، ليست بدل عن صلاة الظهر. الشيخ قال تجب على كل ذكر، إذن كلمة ذكر أخرجت الأنثى، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. مسلم خرج منها الكافر، الكافر لا تجب عليه. مكلف وهي اختصار لكلمة بالغ عاقل، فغير المكلف كالصبي والمجنون لا تجب عليه. حر خرج العبد، العبد لا تجب عليه. شرط الحر لا عذر له. الحر الذي له عذر كالمريض والمسافر فهذه لا تجب عليه. لذلك قال الشيخ معقبا على كلمة حر لا عذر له: وكذا على مسافر لا يباح له القصر. هذا تقدمت في باب الصلاة، يشترط في المسافر أن يكون سفره سفرا مباحا، فالذي سافر للمعصية هو في حكم المقيم فتجب عليه الجمعة. كل من دون المسافر يكون سفر قصير، ليس سفر قصر. هذه سنأخذها إن شاء الله مشاري في قضية لو خارج البلد، اللي هو على مقيم خارج البلد، يعني إنسان سافر سفرا معصية. الآن نقول له: أنت خارج البلد أم داخل البلد؟ داخل البلد وجبت عليك الحضور، خارج البلد لا بد أن يكون بينك وبين الجمعة فرسخ. والفرسخ كما قدمنا في صلاة المسافر أنها الفرسخ 3 أميال، الميل 3710 أمتار، تقريبا 11 كيلو. إذن ما بين من كان بينه، إذا هنا يقول الشيخ وعلى مقيم خارج البلد، إذا كان بينهما يعني بين هذا الرجل والمسجد الذي تقام فيه الجمعة، إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. لو سألك سائل: أنا رجل أقيم خارج منطقة مثلا الصباحية، خلنا نقول في الصحراء، نقول كم المسافة التي بينك وبين المسجد؟ يقول لك 5 كيلو. تقول يجب عليك السعي إلى الجمعة. ولا تجب على من يباح له القصر كما قدمنا قبل قليل، لأن هذا عذر. وعلى عبد، ولا على عبد، لأنه تجب على الحر. ومبعض غلبنا جانب العبودية. وامرأة، إذن هذه هؤلاء لا تجب عليهم، لكن لو حضروها صحت منهم، ومن حضرها منهم أجزأته، يعني يصلي الجمعة وتسقط عنه الظهر. ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. عندنا امرأة حضرت ليست من العدد، عبد حضر ليس من العبد، مسافر يباح له القصر ليس من العدد، نعم، ولا يصح أن يكون إماما فيها. شروط الجمعة: الجمعة كما قلنا قبل قليل هي صلاة مستقلة، هي صلاة مستقلة، إذن اشترط لها شروط خاصة بها. قال الشيخ: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت. عندنا نحن الحنابلة وقت الجمعة كوقت صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت العصر، هذا كله عندنا وقت الجمعة. طبعا الذي انفرد به الحنابلة من وقت الضحى، من صلاة العيد التي هي ارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، هذا انفردنا نحن به دون المذاهب الثلاثة. إذن أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل. لماذا الأفضلية؟ لموافقة المذاهب الأخرى، نعم، خروجا من الخلاف. هذا الشرط الأول الوقت. الشرط الثاني أن تكون بقرية. القرية لما نقصد كلمة القرية هي المبنية من آجر أو لبن أو قصب، ولا يغادرونها صيفا ولا شتاء. يقول الشيخ أن تكون بقرية ولو من قصب. كلمة لو شيخ مشاري يسمونها خلاف في المذهب، يعني خلاف داخل المذهب. أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة. كلمة استيطان إقامة، لا يغادرونها شمس صيفا ولا شتاء، لا يضعنون صيفا ولا شتاء، هكذا عبر الشيخ بكلمة استيطان إقامة. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.
الآن أليس عندنا مسجد ضخم كبير؟ لو احتجنا إلى أن نخرج إلى الصحراء التي بقرب القرية تصح الجمعة كما فعل الصحابة، صلوا في حرة بني بياضة. نعم، إذن هذه الصحراء المقصود بها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث حضور 40. إذن عندنا 40 رجلا يحضرون صلاة الجمعة. شروطها قلنا مسلم، حر، مكلف، مقيم، وهذه الشروط التي تقدمت. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. دائما يضربون مثال، مات أحدهم انتقضت وضوءه جنة أصبح ليس من أهلها، فإنها يصبح العدد أقل من 40 فتكون ظهرا لا جمعة. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع تقدم خطبتين. عندنا في المذهب الجمعة ركعتان والخطبتين بدل عنها. نعم، الرابع تقدم خطبتين. إذن الشرط الرابع للجمعة الخطبتين. شروط هاتين الخطبتين قال من شرط صحتهما 5 أشياء. الوقت، يعني لو خطبنا قبل الوقت لا يصح، هذا واحد. والنية، ووقوعهما حضرا، يعني الخطبة لابد أن تكون في وقت أنا من أهل الحضر ليس من أهل السفر. نعم، وحضور 40. إذن يشترط لها أيضا ماذا؟ 40. يعني الجمعة يشترط لها 40 والخطبة لصحتها يشترط لها 40. وأن يكون يعني هاتين الخطبتين أن يكون يعني الخطبتان ممن تصح إمامته فيهما. لو خطب مميز لا تصح، لو خطب مسافر يباح له القصر، لو خطبت امرأة عبد لا تصح هذه الخطبة، وبناء عليه لا تصح الجمعة. نعم، أركان الخطبة أو أركان الخطبتين 6: الحمد لله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله. هذه مسألة شيخ مشاري. الآن لصحة الخطبة لا بد أن يقرأ آية، وليس من شروط صحة الخطبة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. فلو قلنا أن عليه حدث أكبر فنقول تصح خطبته وعليه إثم، واضح؟ لأنه قرأ القرآن وهو عليه حدث أكبر. والوصية بتقوى الله، يعني لا بد أن يقول للناس أوصيكم بتقوى الله أو يقرأ شيئا يدل على هذا. أيضا كون الخطبة قلنا شروطها 6، إذن في ترتيب، ما دام في ترتيب لا بد أن يكون فيه موالاة. قال وموالتهما مع الصلاة. خطبة لا بد أن يوالي فيها الخطبة، يأتي بعدها الصلاة مباشرة، ليس بينهما حائل كبير. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. عندنا الآن ما فائدة الخطبة؟ الوعظ. فإذا لم يسمعهم مثلا كان يخطب يقول هكذا: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام، اتقوا الله يا عباد الله، إذن هم لا يسمعون، إذن اختل ركن وبناء عليه اختلت الصلاة. الآن سنن الخطبة، لاحظ: الطهارة، ستر العورة، إزالة النجاسة، والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع. إذن لابد أن يكون من السنة أن يخطب الخطيب طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. ستر العورة سنة في الخطبة، أيضا إزالة النجاسة في الخطبة سنة، دعاء للمسلمين لو لم يدعوا خطبته صحيحة، يتولاهما يعني الأفضل أن الذي خطب هو الذي يصلي، ورفع صوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. إذن هذه سنن خطبة الجمعة. الآن من السنن المفضلة وسنة قصرهما والثاني أقصر، يعني الخطبة يقول العلماء الخطبة هي فقط من
15 دقيقة إلى 20 دقيقة، هذه الخطبة إذا زادت دلت على أن الرجل لم يفقه أدوات الخطبة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني مكان الظنة. يقول: والثانية أقصر، يعني الخطبة الأولى طويلة والخطبة الثانية قصيرة، ولا بأس أن يخطب من صحيفة، على الإنسان أن يراعي هذه الأشياء. يقول: فصل، يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. نقف. نعم، يقول: فصل، يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. الآن الهدف من الخطبة هي السمع، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن الإنسان والإمام يخطب لابد أن يستمع له، لأن الهدف من الصلاة هي الوعظ والخطبة. لكن لاحظ الشيخ قيد بماذا؟ وهو منه بحيث يسمع، يعني ما دمت أسمع خطبة الإمام لا يحرم علي الكلام، لكن لو كنت لا أسمعه فإنه يعني لا يحرم في حقه. لذلك: ويباح إذا سكت بينهما. الإمام إذا سكت بينهما ليأخذ نفسا، ليشرب ماء، أصيب بما يمنع استمراره في الكلام، هنا إذا تكلم هذا مباح، وإذا شرع في الدعاء أيضا يباح. الآن عندنا قضية ثانية، قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. حكم صلاة الجمعة وحكم صلاة العيد الهدف منها الاجتماع، الهدف منها الاجتماع. لذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في فترة حكمه المدينة، في فترة حكم الخلفاء الراشدين الأربعة، في حكم دولة بني أمية، كان المسجد العظيم يسمى المسجد الجامع، كلهم يصلون فيه، المدينة كلها تصلي فيه. بناء عليه العلماء والفقهاء قال: يحرم إقامة الجمعة والعيد في البلد الواحد في أكثر من موضع. ثم عللوا ذلك، يعني الاستثناء، الأصل الحرمة، الاستثناء إلا لحاجة. ما هذه الحاجة يا شيخ؟ كضيق وبعد وخوف فتنة وما شابه هذه من الأعذار، فإنه يجوز تعدد الجمعة وتعدد العيد. فإن تعددت لغير ذلك، الناس اشتهت شهوة منها عددت المساجد، هذا لا يريد أن يصلي عند هذا وذاك لا يريد أن يصلي عند ذاك، نقول: فالسابقة بالإحرام بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة. إذا الناس ليس لحاجة يعني معلومة واضحة، فصلاة الجمعة واحدة هي الصحيحة. المذهب عندنا الذي يسبق بالإحرام صلاته هي الصحيحة والباقية باطلة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. عندنا صلاة الجمعة تخالف الصلاة العادية، الصلاة العادية بمجرد إدراك تكبيرة الإحرام يدرك الصلاة، إذا أدرك الإمام راكع أدرك الإمام. عندنا نحن في المذهب إدراك مع الإمام ركعة كاملة، يدرك مع الإمام ركعة كاملة كما قال في المنتهى بسجدتيها، بسجدتيها يكون أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام أتى بركعة ثانية. أما إذا أدرك أقل لم يدرك إلا السجود من الركعة الثانية، نقول ينوي من لحظة دخوله الظهر، لا ينويها جمعة. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسنة قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وتكره مداومته عليهما. عندنا الآن الآن عندنا الشك يلغى، فإذا دخل مع الإمام شاكا في الجمعة دخل في الشك، هذه قضية تفسد الصلاة. لا، إحنا عندنا لا بد أن ينوي، إذا انقلبت الجمعة هذه حالة استثنائية، إذا يعني هو المفروض أن يدخل بنية أنها ظهر لا بد، لكن إذا قلبها وصح الوقت مثلا كانت بعد الزوال استثني هذه الصورة أيضا، لكن لا بد أن يدخل بنية الظهر الأصل. لا، إذا يدري لازم النية واضحة.
أما إذا لم يعلم يجوز إذا كان في الوقت. يعني مثلا صلينا الجمعة الضحى لو نوى ظهر لا تصح لأن ليس وقته. عندنا صلاة السنة قبل بعدها ركعتان إلى 6 ركعات، قراءة سورة الكهف في يومها عندنا في المذهب في يوم الجمعة هي الأصل، وفي بعض المتون وليلتها كما في زاد المستقنع. الآن يقول الشيخ طبعا فجر يوم الجمعة صلاة الفجر يسن أن يقرأ بالسجدة وصورة الإنسان، لكن عندنا في المذهب تكره المداومة عليها، يعني يقرأها بين فترة وفترة. نعم.